السيد النائب عمر عبد العزيز مصلحي. حاضر حاضر. شكرا يا ريس. فاجأنا وزير الزراعة بقرار، قرار من وزير الزراعة يا ريس بعدم هي البيانات العاجلة اللي جاية من الأمانة العامة. بس بس اتفضل، وارجو برضي البيان العاجل، من لا يقدم يجب ان يكون في اطار البيان العاجل، يعني زي ما عرفه القانون وزي ما هو عرفته السوابق البرلمانيه هنا. كل البيانات العاجله هي عباره عن طلبات احاطه. بس اتفضل، لان الاسبوع اللي جاي اتفضل. لا لن امنحك الكلمه بهذه الصوره. اتفضل سياده النائب عمر مصلح. اتفضل. فجأنا وزير الزراعة ريس ان هو منع الصرف للحيازة الاكبر من 10 فدادين، وهو كان الاول بيصرف لل 25 فدان. فالنهاردة يا ريس اللي عنده اكتر من 10 فدادين هو ما بيزرعهمش، هو مأجرهم للفلاحين. فالنهاردة عشان يصرف للزيادة أكتر من 10 فدادين ويقسمهم على 10، فده قرار ظالم يا ريس. نرجو أن وزير الزراعة يتراجع عنه ويتم الصرف للمساحة اللي هي 25 فدان. وشكرا. شكرا.